قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد. رونالدينيو يلعب لكن حارس المرمى يجد صعوبة في الخروج بالكرة من المنطقة، الكرة تنقل ناحية رونالدينيو. رونالدينيو يلعب كرة طويلة، حاول من جانب فريق ميلان، الكرة عند باتو، باتو مساندة من ماسيمو اودو، اودو عرضية ودفاع كيبو حاضر، عرضية تياجو سيلفا يتصدى، تصل لرونالدينيو، رونالدينيو متابعة من جانب فينسيو حتى ما يكون خطأ، يكون ثالوث المتكون من رونالدينيو وباتو وكذلك هونتيلر جاهز في هدانية خوض الميلان واللعب بطريقة 4-3-3 أو اللعب بطريقة 4-3-1-2. يحاول الكرة ناحية باتو، كرة أندريا بيلو، التمرير ناحية رونالدينيو، رونالدينيو بلمسة للوكا أنتون، كرة أندريا بيلو، التمرير ناحية رونالدينيو، إمارة لأندريا بيلو، بيلو يلعب كرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، كرة خطفها هذا الخطير، الخطير القناص باتو، باتو يخطف الكرة وكاد أن يخطف هدف التعديل، إلا أن كرة باتو تحولت إلى ربع. أودو إمكانية التسديد، كرة أي كلام من أودو، الميلان يضغط، رونالدينيو من جديد ينجح في المرور، رونالدينيو يمرر لينيو من جديد ينجح في المرور، رونالدينيو أودو، أودو ينقل كرة ليون تيلر، يلعب لباتو، رونالدينيو في الانتظار يمرر، باتو متابعة ومن جديد أودو، أودو إمكانية التعديل، بيلو بلمسة لكن عويض أمام الإعادة، باتو رونالدينيو، رونالدينيو ماهر، باتو يضيع تدخل من جهة بعيدة وإلى ركلة مرمى أمام الإعادة من جديد. فيه يعني احتمال كبير ان يعود نيستا للمنتخب الايطالي، الانطلاقه لهونتيلر والحارس مرمى، بورييلو يستعد للدخول، امكانيه الاستعانه باللاعب بورييلو في الدقائق القادمه في صفوف فريق ميلان، ماركو بورييلو امام هونتيلر، اكيد هونتيلر هو من وبيبو انزاجي دائما يكون في الموعد، لكن ميلان الان بدا يعتمد باستمرار على باتو وبورييلو، رونالدينيو وكرة رونالدينيو لركلة رقمية، باتو يتحرك على الاطراف يشكل خطورة امام هذه التمريرة، والتسديد كان من جانب رونالدينيو، لو كانت في المرمى اعتقد استقرت داخل الشباك، رونالدينيو محاولة مرور لا وجود الخطأ، رونالدينيو حارس المرمى، الحارس سورنتينو قراءة ممتازة تأكيد الانتصار بهدف ثاني امام الاعادة، رونالدينيو في اختراق كان ناجح حتى في فترة زافيزافيتش وبوبان، ميلان لم يفوز على الريال في اسبانيا، التسديدة من باتو، الكرة تعود سيدورف، سيدورف مهد، باتو يلحق بالكرة، امكانية للتعديل، المتابعة من رونالدينيو والحارس، الحارس يقول سورنتينو امام الاعادة في تسديدة باتو، التصدي كان من حارس المرمى ثم عادت الكرة سيدورف، هيا لباتو، باتو داخل منطقة الجزاء، هونتيلر تابع في مرة أولى بضربة راسية ثم الكرة تتهيا لرونالدينيو، كرة عند الميلان عند باتو، يلا يا باتو، باتو باتو في انطلاقة سريعة يلعب كرة عرضية لكن الدفاع يأتي بالصورة السريعة، هذا هجوم لفائدة ميلان يقوده باتو، باتو لرونالدينيو، رونالدينيو لباتو، لين باتو في الانطلاق، طالت الكرة على باتو، طالت الكرة على باتو وبالتالي تنتهي إلى ركلة مرمى أمام الإعادة، في الانطلاقة السريعة كانت من باتو لكن طالت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، توصل على الملعب وبيبو انزاجي، بورييلو في خط الهجوم، بيبو انزاجي، بورييلو، باتو، لوكا أنتونيني، أنتونيني، باتو الآن، باتو من جديد ينطلق يتعرض لعرقلة واضحة، عرقلة واضحة، لاعب رقم 6 جيان بييرو بينزي المعار من نادي أودينيزي كما ذكرت صاحب الهدف الوحيد، قام بدفع اللاعب باتو، لاميني، باتو، باتو ينطلق بالكرة، باتو الآن إبداع ومهارات عالية عند هذا الموهوب، ينطلق باتو متابعة من بورييلو.